مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من ليالي الكويت. يا رب تقضون معنا أوقات ممتعة وسعيدة عبر قناتنا الأولى. مساء الخير سعد. مساء الخير لجغادة، ومساء الخير لجميع متابعي برنامج ليالي الكويت، ونرحب في كل من انضم ليتابعنا، ونحرص بأن نقدم لكم في برنامج ليالي الكويت آخر الأخبار اللي تهمكم، ودائما نذكركم ونسعد بأن تشاركونا بتقديم ملاحظاتكم أو اقتراحاتكم عبر هاشتاغ ليالي الكويت. إذن مشاهدينا، مثل ما أنتم عارفين دائما نعطيكم آخر الأخبار والأحداث وآخر تطورات انتشار فيروس كورونا، مو بس عندنا بالكويت لكن بالعالم كله. اليوم راح نعطيكم ملخص أيضا عدد الحالات اللي تم الكشف عنها بالمؤتمر الصحفي لوزارة الصحة. اليوم قالوا أن 23 حالة جديدة تم تسجيلها مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك ارتفع عدد الحالات المسجلة ل 289 حالة. وأعلن معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء حالة واحدة لمواطنة بعمر 82 سنة، ليرتفع عدد الحالات اللي تعافت وتشافت لغاية الحين إلى 72 حالة. عسى الله يشافي الجميع يا رب. إن شاء الله. يعني غادي، يعني الحمد لله، يعني اللي عمرها 82 سنه تشافت، يعني هذا بشرى خير ان شاء الله. يعني قبل كنا نسمع يقول لك لا والله الاعمار الكبيره او يعني مسنين قد يعني يتاثرون بهذا المرض او لا سمح الله وفاه، ولكن الحمد لله هذه الحاله هذه بشرى ان شاء الله، بشرى ان شاء الله ان وزاره الصحه، الاجهزه اللي موجوده، الادوات اللي موجوده، الادويه اللي موجوده، اهتمام وزاره الصحه ان شاء الله يبشر بالخير في ان شاء الله ان جميع الحالات تتشافى خلال الايام القادمه. ونذكركم ونكرر دائما الالتزام بالتعليمات والإرشادات اللي توصي فيها وزارة الصحة. يعني لازم نقعد في بيوتنا ونعمل على التباعد الاجتماعي والجسدي، وما نطلع من البيت إلا للضرورة. نرجع ونكرر للضرورة القصوى، وبتعاونكم راح تساعدون الجهات المعنية بأن نتجاوز عشان هذه الأزمة، وإحنا قدها إن شاء الله راح نتجاوز هذه الأزمة بإذن الله، وإحنا قادرين على تجاوز هذه الأزمة بتلاحم الجميع مع بعض. وإن شاء الله تكون واضحة بالنسبة للجميع الجهود اللي قاعدة تبذلها الحكومة داخليا وخارجيا، وأيضا الاهتمام الكبير اللي قاعدة تقدمه للمواطنين في كل مكان. إحنا اليوم حبينا يكون معانا هذا التسجيل اللي موجود حصريا فقط حق ليالي الكويت، خصنا فيه سعادة سفير الكويت لدى أستراليا السيد منذر العيسى. راح نشوفه مع بعض، نطمن على أوضاع المواطنين الموجودين في أستراليا، ومن بعده نبدي معاكم حلقتنا الليلة. مساء الخير لكم ولكل جميع مشاهدي برنامج ليالي الكويت من كامبرا عاصمة استراليا. طبعا شكرا لكم انكم اعطيتوني الفرصة هذه اني اتحدث عن الاوضاع بشكل عام في استراليا، وبشكل خاص ما يخص السفارة وما يخص المواطنين الكويتيين المتواجدين في استراليا في هذا الوقت، وكذلك الطلبة الدارسين بالجامعات الاسترالية. طبعا من بدت الأزمة الكورونا فيروس، السفارة وحسب التوجيهات وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وكذلك توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الخارجية بأن تهتم السفارات الكويتية بالرعاية والطلبة الكويتيين الموجودين في الدول اللي فيها مقر السفارة. أول ما بدينا طبعا تم إحصاء عدد المواطنين اللي الكويتيين الموجودين أو اللي يعتبرون سواح أو مرافقين لأبنائهم الطلبة في استراليا، اتخذت السفارة الإجراءات. اليوم في ليالي الكويت عماد سلطان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، الإعلامية القديرة إقبال الأحمد.
من خلال واجباتها المجتمعية، قامت شركة نفط الكويت بالتعاون مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك على إنشاء عدد من المحاجر الصحية في منطقتي الزور والرتقة شمال البلاد لتلبية احتياجات ومتطلبات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والقيام بدورها على أكمل وجه. للحديث عن هذا الجانب معنا الحين في ليالي الكويت عماد سلطان الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت. حياكم الله معنا من جديد، وباسمكم نرحب بالرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت الأستاذ عماد سلطان. حياك الله معنا ويا هلا ومرحبا فيك. الله يحييك. الله يسلمك. الله يسلمك دكتور. أستاذ عماد، في البداية حابين نتعرف على الإجراءات اللي اتخذتوها في شركة نفط الكويت للمساهمة بانحسار انتشار فيروس كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شركة نفط الكويت من بداية الأزمة وضعت لها يعني استراتيجية واضحة. استراتيجية أول شيء الاهتمام في العاملين وصحتهم، والثانية أن ما يتأثر سير العمل اللي هو إنتاج النفط والغاز يعني الموكل حق شركة نفط الكويت. فمن البداية حطينا رؤية، وكانت يعني تتكون من 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول كان الاتصال. الاتصال هي كل ما يعني يأتينا من وزارة الصحة في هذه الأيام، الإجراءات والحجر اللي كنت تذكرون للدول، وكل ما يأتينا يعني من أي تقارير من وزارة الصحة أو من مؤسسة البترول الوطنية، كنا نحاول ننشرها عن طريق الشركة، نتأكد أن الكل ملتزم فيها يعني في حسب ما جاء من الإجراء من الوزارات أو غيرها. الشيء الثاني بينا احنا حط لنا سياسات واجراءات داخليه داخل الشركه، فشكلنا فريق. فريق هذا مهمته طبعا ينظر الى المرض نفسه ويعرفه ويحط المسؤوليات ويحط شلون ان احنا نتحاشى الفريق الفيروس هذا اذا اصاب يعني اي مكان من اماكن العمل، لان اماكن العمل عندنا تشتغل على مدار الساعه انتاج نفط وغاز ويعني دعم لوجستي. فحطينا اجراءات واضحه وحطينا فريق متخصص بس على اساس ينظر في الامور اللي لها علاقه بالفيروس، سواء المتعلق في يعني موظفين شركه نفط الكويت او المقاولين اللي هم يعني يعطونا السبورت. فحطينا الاجراءات وبدينا نحاول نطبقها وبدينا نسوي لها توعيه على اساس كل واحد يكون عارفها. الشغله الثالثه طبعا اشتغلنا على المعدات والمتطلبات حق الفيروس، من كمامات وغلوفز ومطهرات ومعقمات. بنفس الوقت يعني قدرنا نوزع على كل اماكن العمل اللي موجوده بالشركه على اساس نحافظ على صحه يعني العاملين هناك، لان يتعاملون مع يعني المقاولين يتعاملون مع يعني الاماكن هذه 24 ساعه تكون شغاله. فحرصنا ان نوفر كل هالمعدات يعني على اساس تكون يعني هي بمثابه الخط الدفاع الاول لهم يعني على صحتهم. فمشينا بهالثلاث استراتيجيات والحمد لله يعني قاعد نتابعها بشكل يومي على مستوانا ونتاكد انها واصله ونفس الوقت يعني مكمله. بدينا نزيد طبعا احنا نقاط يعني العمل عندنا منتشره من شمال الكويت وجنوب هالبحر، فبدينا نفحص حتى يعني درجه الحراره بالاجهزه اللي موجوده، وحطينا اجهزه ثابته تونا شغلناها بالنسبه حق يعني اللي يدخلون الحقول، واحنا قاعد نتكلم على الاف يعني تدش. فالحمد لله نجحنا في هالثلاث محاور اللي موجوده بالاستراتيجيه ان شاء الله. استاذ عماد سلطان، يعني طبعا راح نتكلم فيما بعد بالتفصيل عن اجراءاتكم. نبي نتابع اخر الاخبار اللي عندكم. يعني كان لكم جهد كبير في تجهيز مجموعة من المحاجر، 3 محاجر بالتعاون مع وزارة الصحة. نتكلم عن هذه المحاجر وكيفية تجهيزها ومتى تكون جاهزة للاستقبال وهذه الأمور. نعم، احنا طبعا كان عندنا تعاون وثيق مع وزارة الصحة، وكنا نتكلم على شلون نستوعب المواطنين اللي قادمين من برا. فكان عندنا طبعا يعني 3 محاجر، محجر في شمال الكويت تابع حق شركة نفط الكويت، ومحجر في جنوب الكويت اللي هو الزور تابع حق شركة كيبك، وعندنا محجر ثاني في مدينة الأحمدي. قبل تكون محاجر شنو كانت؟ هل كانت هذه تستخدم لموظفين الشركة أو تم إنشائها فقط لهذه الأزمة استاذ؟ لا، كانت طبعا موجودة. حق يعني بعض المقاولين، وحالتها يعني ممتازة، وإحنا طبعا عدلنا فيها وطورنا فيها. ويعني هي طبعا كل محجر يتكون من يمكن 4 أو 5 أجزاء. جزء هو حق إن شاء الله المواطنين اللي بيون،
وها تقريبا اكثر من يمكن 2000 يعني مجموعه كبك وموجود اللي بالكي او سي، وجزء حق الطاقم الطبي والطاقم الامني، وجزء حق العماله اللي هي تخدم على يعني من خدمات غذائيه وخدمات يعني تنظيف وغيره، والجزء الثالث حطينا كانها يعني كانها مستشفى متحرك، فيها اسره، فيها اي سي يو، فيها غرف عزل، وفيها طبعا يعني المخازن حق الجهاز الطبي، بالاضافه لذلك في هناك اشياء جنرال مثلا مطبخ كبير، لاندري، غرف تسليه، ملاعب وغيره، طبعا مجهزه بالكامل الغرفه كانها غرفه فندقيه، تلفزيون وانترنت، ويعني قدرنا يعني نوفر كل هالاشياء فيها في وقت قصير. نعم. فيعني احنا طبعا جاهزين، ووزاره الصحه يعني خلال الايام القادمه تستلمها، قدرنا نخلصها بوقت قصير جدا صراحه، يعني اشتغلنا ليل مع نهار على اساس نجهزها، والحمد لله قدرنا ننجح يعني فيها. كم الطاقه استيعابيه للمحاجر الثلاثه استاذ؟ الشماليه عندنا بالكويت حق يعني حق المستقبل المواطنين تقريبا 564، والجنوبيه في الزور تقريبا 1500، يعني تقريبا 2000 سرير يعني تصلح حق المحجر. جميل جدا. طبعا هذا بالاضافه الى محجر الاحمدي، هذا داخل مدينه الاحمدي، في تقريبا 80 غرفه، وهذه اليوم استلموها يعني والحمد لله كامله، هذه مبنى عباره عن المباني وهم فيها بعد غرف يعني. في امكانيه لزياده عدد المحاجر اذا استدعت الحاجه؟ اي نعم، مستقبليا قاعد ننسق مع وزاره الصحه ونشوف شنو الحاجه اذا موجوده وش كثر يقدرون يعني يستوعبون هم كوزاره الصحه، وقاعد ندرس معاهم، لازلنا في المراحل الاولى ان شلون نقدر نوسع المحاجر هذه. جميل. طيب نبي نتكلم شويه عن اليه العمل عندكم في شركه نفط الكويت، اكيد تاثرت من بدايه موضوع كورونا، واكيد يعني صار عندكم فرق للطوارئ او فرق اخرى تعمل 24 ساعه مثل ما عرفنا. نعم، احنا طبيعة عملنا الانتاج الغاز 24 ساعة، واحنا لله الحمد يعني من بدأت الأزمة ما تأثرنا. احنا طبعا الهدف الأساسي انتاج النفط والغاز، والنفط والغاز طبعا يروح حق مصدرين، اما مصافي الدولة اما التسويق العالمي. فلله الحمد من بدأت الأزمة على ترتيبنا وعلى تجهيزاتنا لم تتأثر عملياتنا، فامدادات السوق العالمي وامدادات المصافي كلها مستمرة، وانا عندي تقريبا اكثر من 55 مركز عمل يعمل على مدار الساعة بالسابق وحتى خلال الأزمة. فالحمد لله يعني ما تأثرت ولم يتوقف الانتاج، وإحنا ماشيين على خطتنا طبعا الاستراتيجية بالتنسيق مع المؤسسة، وكل أمور اللي لها علاقة في الانتاج النفط والغاز والإمدادات يعني الحمد لله لم تتأثر بالأزمة. جميل. استاذ عماد، يعني خلينا نتكلم ايضا استكمال هذا الموضوع، مستشفى شركه النفط. نعم. الجديد. نعم. يعني لا يقل دوره اهميته عن باقي المستشفيات الموجوده في الكويت. صحيح. عمليه الوقايه، التعامل مع المرضى، خاصه قد يعني انه يقال ان قد ينتشر هذا المرض الكورونا ويكون ارض خصبه في المستشفيات. نعم. تعاملكم مع المستشفى مع المرضى كتطمين للبعض اللي قاعد يشاهدنا، قد يكون احد من اهله موجود في المستشفى او بعضهم يتخوف يروح للمستشفى، تعاملكم مع مستشفى الشركه الجديد الموجود بالاحمدي. نعم. طبعا احنا عندنا مستشفيين، مستشفى القديم ومستشفى الجديد. المستشفى الجديد، المستشفى القديم كان كنا حاطينه بس حق الرعايه السريريه لما انتقلنا حق المستشفى الجديد. فالقديم طبعا مع التنسيق مع وزاره الصحه سلمناهم المستشفى كمحجر كاملا. ويعني ما شاء الله في اكثر من 110 غرف وقابله يعني للزياده. فراح تستغل وزاره الصحه ويعني تستخدمه كمستشفى، وراح يصير في نقل يعني المرضى، يكون المستشفى يعني رعايه عاديه وليست يعني حجر كورونا. المستشفى الجديد طبعا شغال الحمد لله في كامل طاقته، لكن التوجيهات اللي جات يعني انه يعني نقلل قدر الامكان من العمليات الغير ضروريه او المواعيد اللي يعني ما يحتاجها الانسان بشكل ضروري، بس اساس نبقي يعني الطاقه السريريه كامله لا قدر الله في حال الطوارئ. المستشفى طبعا يعني عملية تطهيره وعملية تنظيفه تقوم بشكل كامل، واحنا عندنا حتى يعني في محاجر داخل نقدر نحجر في اي حاله يعني قد يعني تاتينا نقدر نحجرها في طريق المستشفى. وبنفس الوقت قاعد نسوي تدريب وهمي، ماذا اذا صار عندنا يعني زياده بالحالات، لا حتى حاله
حالة كورونا شلون تعامل معها. فالتدريبات الوهمية هذه اللي هي الدريل اللي قاعد نسويه هو يأهل العمال اللي موجودة شلون تصرفون في حال إنه يعني جات لهم حالة كورونا، شلون تعامل معها، شلون يعزلونه وبعدين ينقل يعني إلى مستشفى جابر. فإحنا على كامل الاستعداد. نعم. هذا طبعا داخل الكويت، أنا عندي برا الكويت اللي هو مكتب لندن هم كذلك قاعد أتعامل مع المرضى، والحمد لله قدرنا يعني نرجع يعني الدفعة الأولى مرضانا اللي موجودين في لندن يعالجون في الخارج وشغالين ترى على أكمل وجه الله الحمد لله. الزيارات مستمرة أستاذ عماد؟ أي والله أنا مثل رسالة من خلالك اللي قد يكون هناك مرضى موجودين وأهلهم قاعد يزورونهم خاصة في مثل هذه الظروف، يعني الزيارة مسموحة رسميا مسموحة؟ اتوقع ان حق حالات طبعا يعني على حسب الحاله، يعني قصدي رساله من خلالك لنبتعد عن هذه التجمعات. احنا قاعد نقول يا جماعه نعم زور ابوك زور امك زور اخوك زور يعني صديقك، ولكن صح. في مثل هذه الظروف قد التليفون يغني صح، والتقنيه الحديثه بالموبايلات يغني صح. فيديو كول يعني صح. فبالتالي تجمع تشوف بالغرفه 4 بـ5 او 4 بـ4 فيها 10 أو 15 يقول والله عشان ابي اسلم على صح. ابوي ولا على امي ولا على اخوي ولا على ايا كان من اسرته أو صديق. صحيح، احنا دائما طبعا يعني دائما في الامور نتبع يعني توجيهات وزاره الصحه ان عدم وجود التجمع يعني قدر المستطاع، ونحث مثل ما تفضلت يعني انه يكون يعني الضروري المتواجد هو اللي يكون موجود مع المرضى رعاية. هذا ويعني جاري تطبيقه الحمد لله. نعم. طيب استاذ عماد نتكلم عن التعاون اللي بينكم وبين وزاره الصحه، يعني مثل ما قلت التدريبات اللي قاعد تسوونها للاصابه او الامور مثل هالامور، لكن احنا قاعد نشوف ايضا هناك تعاون من ناحيه المعدات الطبيه الوقائيه اللي قاعد تمدكم فيها وزاره الصحه. نعم، احنا في تعاون وثيق مع وزاره الصحه، وزاره الصحه بالنسبه لنا هي المرجع سواء في طلب المعدات او طلب حتى يعني اللي قاعد نجيبها حق موظفينا سواء معقمات سواء يعني كمامات سواء جلوفز، يعني ننقي دائما اللي تنصح فيه وزاره الصحه. هذه واحده. الثانيه المعدات الطبيه احنا ما نجيبها الا اذا تكون يعني مرخصه من وزاره الصحه. نعم. يعني فالتعاون وثيق جدا مع وزاره الصحه. شنو نوعيه المعدات اللي طلبتوها؟ طبعا احنا حق المراكز العمل طلبنا كمامات وطلبنا جلوفز وطلبنا معقمات اللي هو كمعدات سانيتايزرز طبيه. طبعا المعدات الطبيه اللي تتبع المستشفى طبعا يعني كل جهاز يعني تحتاجه المستشفى في عملياتها في فحوصاتها في التشخيص دائما تكون يعني ناخذها من قائمه وزاره الصحه. فاحنا في تعاون وثيق يعني بيننا وبينهم. الحين الطلب العالمي على اجهزه التنفس اي موجوده عندنا الحمد لله مستشفى الكي او سي، حتى موجوده حتى المستشفى يعني القديم، وعندنا كميات يعني ما شاء الله كافيه ان حق الكيس الاكبر. لا زلنا الحمد لله يعني الكويت ما وصلت له المرحله ان شاء الله، لكن الحمد لله يعني ترى المستشفى مستعد حق هالامور هذه يعني جيد ان شاء الله. استاذ عماد سلطان يعني نبيك اليوم رسائل تطمينيه من خلالك. يعني البعض قد يكون قلق يعني من مجموعه كبيره من عيالنا وبناتنا موظفين في شركه النفط ويتعاملون في بعض المواقع، وتعاملهم يكون لصيق مع شركات المقاولة. نعم. وخلنا نتكلم بصراحة أغلبية شركات المقاولة هي يكون من إخواننا والإخواننا الوافدين. نعم. فبالتالي البعض يخاف يعني يكون هناك انتقال للعدوى أو يكون قد يكون مصابين. إجراءاتكم الاحترازية يعني التقليل أو الحد من هذا الشيء من التعامل مع هذه الشركات. نعم. المقاولة طبعا إحنا عممنا على جميع مقاولينا أن جميع العمالة اللي تدش الحقول بالذات اللي نتعامل معها بشكل يومي لازم تفحص حرارتها، هذه واحدة، ولازم تتبع يعني إجراءات وزارة الصحة في كل ما هو مستجد، أي تحديث يصير وزارة الصحة نعمم على المقاولين، وإذا كان في المقاول له وسيلة نقل لازم تعقم. جميل. ولازم يكونون هم أهم يعني ملتزمين سواء جايين في الجلوفز أو جايين في الكمامات أو عندهم المعقم مالهم، إحنا نساعد بعد، لكن ثق تماما وجهنا يعني رساله حق جميع المقاولين ان التزام في اجراءات وزاره الصحه، التزام في عمليه الفحص اليومي مع مانيفست فحصت فلان هذا حرارته تخليها عندنا ريكورد على اساس بالمستقبل. واحنا علاوه على ذلك ركبنا كاميرات في دخول العمال هذيلا عمال المقاول اللي هي ثابته نفس مالت المطار، وركبناها في 4 أماكن وراح نزيد العدد ان شاء الله متى ما توفرت، ان تفحص بشكل يومي جميع العماله اللي تدش عندنا.
فالحمد لله يعني اخذنا اجراءاتنا تجاه المقاولين ونطمن الجميع ان شاء الله على اجراءاتنا ان شاء الله. ان شاء الله. احنا وصلنا معك لختام هذا اللقاء، اذا عندك اي كلمه اخيره تحب توجهها. انا بس اتكلم على تاريخ شركه نفط الكويت، يعني هيستوري بسيط. نفط الكويت مرت على الغزو وتدمير المعدات، ومرت على التحرير وحرق الابار والحوادث الصناعيه، و2018 المطر اللي صار. العنصر البشري هو الأساس في يعني تخطي جميع الأزمات. ولله الحمد عندنا عنصر بشري مجتهد ما شاء الله عليه، وكفاءة، وقادر نتحدى المصاعب، وإحنا نفتخر فيهم. أتأكد أن نفتخر فيهم، وهم ترى الحين قاعد يشتغلون 24 ساعة وينتجون نفط وغاز للدولة ولمؤسسات الدولة الأخرى. فهذه الأمانة يعني الكلمة اللي واحد وده ينهي اللقاء فيها صراحة. بالعكس يعني من خلالك ومن خلال برنامج الكويت نقول يعني أبنائنا وبناتنا شركة النفط فخر الكويت مثل ما تفضلت، وعساء مع القوة ولجميع من يعمل منذ بداية الأزمة بالصفوف الأمامية، جميع الجهات الحكومية والمتطوعين والجهات الخاصة اللي قاعد يعملون في مكافحة هذا الفيروس. كل الشكر لك أستاذ عماد سلطان، رئيس تنفيذي شركة نفط الكويت. كل الشكر لك. الله يسلمك، مشكورين، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا راح نشوف هذا التقرير عن الإرشادات اللي دائما نتكلم عنها، بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد فترة الحظر الجزئي، واللي نشوف أن البعض يعني أول ما ينرفع الحظر على طول يطلعون للشوارع. خلونا نشوف جولة كاميرا ليالي الكويت، كانت الساعة 4 الفجر والتقت مع مجموعة من الأشخاص، نشوف ونرجع لكم. كاميرا ليالي الكويت طلعت بعد الحظر بدقائق، وتعمدنا نشوف الأوضاع وسألنا اللي طالعين عن سبب طلعتهم هالحزة وعن مشاويرهم. توه منتهي الحظر تقريبا، صار له 5 دقائق، يا تشتري ماي وبرجع البيت مرة ثانية. كل يوم أطلع من البيت هذه حالتي، أشتري أغراض من الجميع وأرد البيت. والله ماكو، طالعين من البيت ومع صاحبي رايحين المطعم، بس ما لقينا شيء مبطل، وردين إن شاء الله البيت. طبعا اول الايام كانت للحين يعني ما كانت الناس للحين تخربطه بالوقت وهذا، بس الحين قاعد اشوف الزحمه قاعد تزيد. هو فتره حظر، يعتبر فتره حظر، المفروض ان واحد يلتزم فيه وقدر الامكان يعني يلتزم قاعد ببيته الا في حال الضروره. أنت ما تعطي الإنسان، أنت تعطي نفسك. أول رئيسة تحرير لوكالة أنباء عربية، عاشقة لوطنها ولها عمود ثابت بالصفحة الأخيرة في صحيفة القبس، رنت قلم وفلسفة حياتها أنه لا يصح إلا الصحيح، وربنا يمهل ولا يهمل.
الإعلامية القديرة إقبال الأحمد الحين في ليالي الكويت. حياكم الله من جديد وبرنامج ليالي الكويت. غادة طبعا نبي ننوه في موضوع صار يعني اليوم من خلال وسائل التواصل يعني حتى شباب متطوع بالمناطق شباب متطوع احدى الشركات نبادره ان في سيارات مخصصه تمشي بين الشوارع وتبث بعض الرسائل التطمينيه كلمات لحضره صاحب السمو بعض ممكن الاغاني البسيطه الاغاني الوطنيه ناكد يعني هذا بادره جميله من يعني اخواننا اهل الشركات او شباب متطوع ولكن ناكد ان هذه البادره منهم ووزاره الاعلام ليس لها اي علاقه في هذه البادره بالعكس يعني احنا قاعد نقول يعطيكم العافيه ولكن وزاره الاعلام ليس لها أي علاقة في هذا الموضوع أو تدعم هذه البادرة من الشباب أو من هذه الشركة. مشاهدينا مثل ما شفتوا قبل شوي في الفيديو التقديمي أو الانترو راح تكون ضيفتنا سيدة صحفية وإعلامية من الطراز الأول قدمت الكثير والكثير في مجال الإعلام وبرز اسمها بالإعلام الخليجي والعربي بصورة كبيرة جدا. اليوم يسعدنا ويشرفنا وجود الإعلامية الكبيرة الأستاذة إقبال الأحمد. مساك الله بالخير وحياك الله. الله بالنور اختي غادة واخوي سعد حياكم الله. حياك الله استاذة إقبال وسعداء لوجودك معنا داخل الاستوديو. مثل ما ذكرت غادة يعني ظهورك الإعلامي مقل ولكن متى ما يعني خرجتي يكون هناك حديث صريح في هذه المواضيع وهذه الأزمة. تقييمك لحاليا ما تمر به الكويت بشكل خاص او العالم من خلال خبرتك الإعلامية؟ شوف أزمة الفيروس كورونا اللي قاعد نمر فيها طبعا أنا بالنسبة لي هذه راح تكون نقلة للعالم كله. ما أقدر أتكلم عن الكويت بمنأى عن العالم كله. العالم كله قاعد يتغير يعني تغيرات على كل المجالات سياسيا اقتصاديا اجتماعيا صحيا. هذه إحنا داخلين مرحلة يعني ما أعتقد واحد منا سواء كان بمستوى ثقافي عالي أو متوسط أو ما دون كان يتخيل إنه يصير هذا. صحيح. يعني أنا أقولهم كأن الكرة الأرضية الواير الكهرباء موجود وفجأة واحد طفاها كأن فعلا العالم يبي أو الكرة الأرضية تبي تستريح وقفة كل شيء وقفة مع النفس حتى الإنسان الطبيعي والإنسان العادي أعتقد الآن يمر بشيء نسميه وقفة مع النفس. لا. يعني اللي قاعد يصير أنا أعتقد راح نطلع فيه بعبر كثيرة إذا ما استغلتها كل الدول وإذا ما أخذنا فيها وأخذنا الأشياء الصالحة وتفادينا الأشياء الطالحة أعتقد إحنا نكون خسرانين يعني خسرانين بشكل كبير. بس احنا هذه المواضيع كل بوها قاعدين نحطها على جنب ونفكر بكيف يخرج العالم من أزمة كورونا. يقال أن العالم أو خريطة العالم ستتغير ومستقبلا في أمم راح ترتقي وأمم كانت راقية راح تنزل. أنت كإنسانة مطلعة على أخبار العالم وأحواله تجدين أن هذا الموضوع ممكن يحدث فعلا؟ هو قاعد يحدث وقاعدين نشوفه يوميا على شاشات التلفزيون ومن خلال القنوات الفضائية من خلال الأخبار. أنت تتخيلين أن أمريكا تكون عاجزة عن تقديم الخدمة الصحية بالشكل والمستوى المطلوب؟ أنت تخيلتي أن فرنسا ألمانيا تساعد فرنسا بأن فرنسا تنقل حالات توديها لألمانيا؟ ما حد كان متصور. أنت تخيلتي أن الكويت راح تكون أفضل من كثير من الدول الأوروبية المتقدمة علميا وبحثيا وميزانيات ضخمة؟ ما حد كان يتخيل. الصين كانت مرحلة من المراحل مهمشة ويعني مقيمينها بتقييم أقل من الدول الأوروبية وأمريكا. الآن الكل يتطلع إلى الصين وتدخل الصين. فهذه الموازين اللي قبل شوية قاعد قلت إنها هي راح تتغير وفعلا موازين راح تتغير بشكل كبير. الاقتصاد اللي انهار هذا الشركات اللي راح تفلس الدول الميزانيات اللي راح تتأثر بشكل كبير هذه احنا الى الان ترى مو حاسينا جاينا شيء مو طبيعي مو عادي. طبعا اوكي ممكن احنا يعني الضخ اللي ضختها امريكا الان لتريليونز
عشان بس انقياض الاقتصاد الأمريكي، وكانوا مهمشين شوي موضوع كورونا، بعدين التفتوا للموضوع. لا الآن غير كلام الرئيس ترامب، نفس الشيء بالنسبة لبريطانيا. فلا أنا أعتقد أزمة كورونا هذه أزمة فيروس أصاب الكرة الأرضية بشكل عام. أنا أمثلها كجسد دخل فيروس الآن في مرحلة المرض إلى أن يستفيق. طبعاً ممكن يكون عطب بإنسان بالكلى بالمعدة بهذا، فراح تصير فيه أعطاب معينة راح تتأثر فيها الدول اللي ما قادرة تتحمل مثل هذه الخسائر. جميل. أستاذ أقبال أحمد، خلتك تفضلتي قبل شوي قلتي منه كان يقول أن الخدمات الصحية في الكويت رد من خلالك البعض اللي كان قبل هذه الأزمة يتذمر من الخدمات الصحية في الكويت ويقول لا الخدمات الصحية أفضل في الخارج، قال اللي شفناه غير. تقييمك وأنت إعلامية ومطلعة على هذه الأمور، تقييمك للخدمات الصحية التي قدمت خلال هذه الأزمة للتعامل مع فيروس كورونا؟ أنت قلت يتذمرون، أنا واحدة منهم. كنت أتذمر؟ غيرت رأيك الحين؟ كنت أكتب، لا غيرتك بكلامك. غيرت رأيك الحين؟ كنت أتذمر، كنت أكتب مقالات أنتقد فيها، النقد بقصد الارتقاء، النقد اللي بقصد النصح. لكن اللي صار بالكويت اللي هي أنا أعتبرها قراءة متقدمة للوضع، بناء عليه صار في استعدادات غير عادية وطبيعية. طبعا هذا في الأسباب، يعني وزارة الصحة ما شاء الله ما شاء الله، يعني اليوم أنا قاعدة أشوف في واحدة من المحطات إن حتى أستراليا، واحد يقول إن ولدي بأستراليا قاعد يعطيني المعلومات عن ما تكتبه الصحف الأسترالية أو الدول الثانية، لأن دولة مثل الكويت صغيرة وتبتدي تطلع منها الأخبار السارة وهالأمور هذه كلها، أكيد هذا أكيد رح يضعها في خانة معينة. طبعا وزارة الصحة العمل الجبار اللي قامت فيه بقيادة أيضا ناجحة جدا وبإدارة ناجحة وبتعاون ناجح ما بين وزارة الصحة مع كل جهات الدولة، أعتقد لها سبب. يعني أنا الوزير دكتور باسل هو نفسه لليوم اللي كان قبل الأزمة، بس ليش ما كان بارز أول؟ ليش القطاع الصحي ما كان بارز الأول؟ ليش اليوم الكل مبهور بالشيخ باسل الدكتور، أو مبهور بالحكومة كحكومة، أو مبهور برئاسة الوزراء اليوم؟ لازم نفكر فيها. إذا كان في عصا في عجلة عمل هذا القطاع أو هذه القطاعات كلبوها، كان طبعا احنا نرصد البيئه ونرصد هذا، انه كان في كلام عن بعض، انا ما اقول كل شيء، بعض سلبيات مجلس الامه وتدخلاته التي كانت تعطل امور كثيره. الان انترك هذا الموضوع وقالوا للدكتور او القياده او السلطه او الوزاره او الحكومه للدكتور باسل جوهد روح، يعني كل شيء مفتوح عندك ك ك كإدارة كنظام كبجت كميزانية واعمل. نجح مجلس الوزراء نجح، التعاون قائم. هذه الأمور تحتاج إلى بيئة صحية. نعم. هذا اللي خلينا، هل كانت البيئة قبل كورونا صحية أو لا؟ وهذا الأمور اللي أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك جهاز يرصد كل ما يجري حاليا، يرصد ليش صار هذا التغير، ليش. يعني أنا أول مرة أشوف وزراء ورئيس وزراء الطاقم الوزاري يدخل مجلس الأمة ونواب المجلس يقومون وصفقون. هذه ما حدثت عندنا، يمكن إذا أنا ماني غلطانة أول مرة تصير. طيب ليش هذه؟ لازم أنا أعتقد من لو أنا من رئيس الوزراء أعمل تيم أو لجنة أو طاقم يقعد على صوب ويشوف المشهد بشكل عام. نعم. يرصد كل الأمور هذه، ما يتدخل، يرصد 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 إلى أن تنتهي الأزمة إن شاء الله وتبتدي لجان العمل، ليش هذا صح وليش هذا غلط، وليش نجحنا في هذا وما سوينا هذا، هذا ليش ما كان أول، هذا ليش صار الحين. جميل أستاذ أقبال، يعني ولا أكد ذكرت أن يعني مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة نفسهم هم صفقوا حق الحكومة. إيه؟ فبالتالي يعني أعضاء مجلس الأمة أو رئيس مجلس الأمة يدعم الإجراءات الحكومية اللي حصلت بدعم كامل،
ونأكد من خلال التشريعات الأخيرة متى ما طلب من مجلس الأمة أي تشريعات ضرورية مثل ما صار في أعتقد الأمراض السارية وبعض التشريعات، على طول مجلس الأمة جاهز وتم الاجتماع ويدعم أي إجراء للحكومة خلال هذه الفترة. بس نأكد المعلومة هذه أستاذ. صحيح، لا أنا معاك كتشريعات معاك، بس أنا أتكلم إنه مجلس الأمة بإضافة إلى التشريعات عليه واجب إنه يسهل سهل مهمة الوزراء، يسهل مهمة لما الحكومة كان في تعاون إذا كانت صحيحة أصبح هناك نجاح لإدارة الأزمة. إيه؟ لما صار في تعاون بالضبط. بين المجلسين صحيح. احنا ايضا نشدد على التوجيهات الساميه لحضره صاحب السمو صحيح. الكلمه اللي كانت صراحه تكتب بماء الذهب، احساسه بالخوف على المقيم صحيح. الوافدين الكويتيين، لا يفرق ابدا بين مواطن ووافد. هالامور هذه هي اللي جعلت الكل يفزع فزعه صحيح. الكويت، وتقريبا اطلعت الحين 10 مليون دينار هي ما وصلت إليه هذه الحملة من أهل الكويت وأهل الخير اللي موجودين، تدل على هالتلاحم هذا صحيح. وإنه فعلا يعني متى ما نادى المنادي على طول شباب وبنات الكويت موجودين. صحيح، أنا أثني على كلامك أختي غادة وأكد عليه، لو ما هناك قيادة يعني عطت الضوء الأخضر وبينت شنو الطريق المفروض يمشي عليه الـ 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 تمشي عليه السلطة، أعتقد ما كان فيه. يعني مو معقول، يعني خطاب اللي تفضلتي فيه سامي اللي تفضل فيه حضرة صاحب السمو كان فعلا خط يبين إحنا وين رايحين ولوين. يعني لما قال لك إحنا الجهد لا تبخلوا لا بالجهد ولا بالمال، هذا يعكس اهتمام القيادة، اهتمام الوالد، اهتمام القائد بشعبه، إنه أنا عطوا أو افتحوا كل شيء مقابل إن نخرج بأقل الخسائر. أنا قبل شوي تكلمت عن مجلس الأمة، لكن أتكلم عن الشعب الكويتي. الشعب الكويتي مو مصدق إن هذه الحكومة، هذه الحكومة اللي كانت محل نقد ومحل، أنا من الناس اللي كنت أكتب ضد الحكومة ومثلي عشرات الكتاب، صدق ولا كذب؟ هذه الحكومة، الحكومة الآن لقيت لها محامي عمرها ما فكرت يوم من الأيام إنه راح يطلع الشعب. ما حد يطلع وينتقد إلا تلاقوهم أكلوهم أكل. يعني هذا مؤشر إيجابي. مؤشر إيجابي، بس لازم أعرف ليش. لازم أعرف ليش. يعني الحكومة لازم تقول تعالوا ليش الشعب الحين مستانس علي؟ ليش الإعلام مستانس معاي؟ ليش؟ فهذا السؤال اللي أبي مو اليوم. خلي ان شاء الله عقب ما نركض ونطلع ويتم تقييم هذه الازمه وبما حصل. ذكرت الشعب الكويتي. نعم. يعني استاذ خلينا نبتعد عن مجلس الامه عن الحكومه. التلاحم اللي شفناه من جميع الفئات من جميع الشرائح الصغير الكبير صحيح. تاكيد على كلمه حضره صاحب السمو عندما قال نريد فزعه وطنيه صحيح. على طول الكل لبى هذا النداء من خلال وسائل التواصل، الشركات، المجاميع التطوعيه، الكل قال سمعا وطاعه صحيح. حضره صاحب السمو. تقييمك للفزعه الوطنيه اللي صارت في هذه الفتره؟ شوف، هذه الفزعه الوطنيه انا اعتقدها موجوده عند المواطن الكويتي، وحتى اعتقد المقيمين معانا ترى احنا مو مسلطين الضوء عليهم صح. الكل فازع، هذه موجوده في نواه الشعب الكويتي الفزعه هذه، بدليل انه ايام الغزو كانت في فزعه بالوقت اللي ايام الغزو ما كان لا في اداره لا في حكومه مسكر علينا لا في اعلام لا في اكل لا في، الوضع كان مختلف كليا. اللي برا ما يعني الكويت هي المحجوره لحالها او معزوله او في عليها حجر، وباقي الدول والعالم ماشي عادي صح. اليوم احنا مثل الاخرين، فالفزعه هذه اعتقد موجودة في الكويتي ويجب أن تستغل. يعني هذا الجو التطوعي والمتطوعين اللي وصلوا عددهم إلى عشرات وكل مكان. أستاذ أقبان أكد هذا المجامع التطوعية قاعد تطوع في أماكن خطيرة بالضبط. يعني مثل اللي قاعد يقول أنا رايح صحيح. عشان فقط من أجل الكويت صحيح. يعني ما نقول والله قاعد يتطوع في كافيه ولا بمطعم صحيح. قاعد لا، قاعد يتطوع في أماكن يعرض نفسه للخطر، يتعامل مع مرضى مصابين، يتعامل مع خطر، فبالتالي هذا مو تطوع عادي. لا. يعني ما اقول تطوع والله انا بروح والله عشان اكشخ ولا بطلع صحيح. كافي ولا مطعم صحيح. قاعد يقط نفسه صحيح. اللي من اجل الكويت. وهذا التطوع وهذه الموجه القويه واللي يعني تبعث للفقر حقيقه لازم تستغل. نعم. يعني كان هذا التطوع موجود فتره الغزو بعدين مات ليش؟
أنا خايفة على هذه الهمة التطوعية إنها تموت أيضا. هذا يدخل في أيضا مجال اللجان اللي تدرس هذا الموضوع. نعم. التطوع دخلوه بالمناهج، التطوع دخلوه كتقييم مقابل تخرج، التطوع لازم نحطه، نفتح النوادي، نفتح النشاطات الأخرى التي تقوم على العمل التطوعي حتى ننمي هذه الهمة اللي موجودة عند الشعب الكويتي. نعم، ويعني إحنا قاعد نشوفها فعلا، يعني الكويتي من صغره يتربى على عمل الخير ويتربى على التطوع، لكن يمكن الآفة اللي دائما تكون موجودة في أي أزمة يعيشها أي بلد هي آفة الشائعات. صحيح. والإشاعة ممكن هي تدمر عمل جيوش جبارة. صحيح. نبي نشوف هذا التقرير اللي سووه زملائنا عن الإشاعة ونرجع ناخذ رأيك أستاذ أقبال، نشوفه. عدم المساعدة في انتشار هذه الإشاعات، مجرد توصلك رسالة واخذها وكوبي بيست وتدزها على جروب وياك ولا تدزها حق ناس ثانية وانت مو شايف المصدر من وين بالأساس. نقل معلومات وأخبار من غير ما يكون لها مصدر رسمي يشكل خطر على الفرد والمجتمع، وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق السوالف ممكن أن تكون أفكار خاطئة. هذه الإشاعة، يعني علميا تنتشر الإشاعة في حال وجود فراغ من المعلومة، ولكن الجميع موجود. نصيحة، تبي تاخذ الأخبار الصحيحة اخذها من مصدرها الرسمي. واترك عنك القيل والقال ولا تكون انت ناقل للإشاعة. يعني شفتي بعض ونبذة قليلة جدا من التغريدات أو من الرسائل التي يتناولها البعض على أساس أنها هي أخبار، وهي في الحقيقة أخبار خاطئة 100%. كإعلامية شنو رأيك بهالموضوع وشلون نقدر نحارب الإشاعة؟ شوفي الإشاعة، أنا إذا ما كان الإنسان هو فعلا مقيم لكل خبر يوصله، لكل فيديو، لكل رسالة توصله، المفروض يعني أنا لما يوصلني شيء أقيمه، هل هذا منطقي؟ مو منطقي، أتأكد منه قبل ما أعيد بثه، لأنه أنا لما أعيد بثه أنا أعيد بث الهلع، أعيد بث الخوف، أعيد بث اللا منطق. هذه الإشياء طب للأسف في ناس، أعتقد أنا بنظري هي ناس مريضة اللي تفبرك شيء غير موجود وتحاول تنشره بقصد أنه والله أنا ترى مصدر الخبر، أنا اللي أجيب لكم الخبر الغير العادي. هذه أنا نصيحة للكل حقيقة أنا أتوجهها، أي خبر يوصلك، أي موضوع يوصلك على الواتساب، على أي شيء، قيمة. ما حسيت أنه طبيعي على طول إلغاء. بعضهم يأخذونها من باب التحذير، إن خايفين على أهلهم وإخوانهم وشي، فيطرش الواتساب أو يطرش يسوي الريتويت. ما علي، بس أتأكد منه، أتأكد منه. خليني أنا كحاجز أوقف. هذا صح ولا مصح؟ خليه يوقف عندي وألغي أقتله فورا إذا هو خبر غير صحيح. لأن الإشاعة ممكن تدمر مجتمع كامل، ممكن تهد المعنويات. يعني ليش يقول لك والله نطلع أشخاص أو ناس يبعثون الأمل والإيجابية والتفاؤل؟ لأن أنت تبنين يعني كيان قادر على تجاوز الأزمة اللي موجودة حالية. وللأسف ترى نسبة كبيرة من المواطنين بسطاء. نعم. ممكن يمشي عليهم هذا الموضوع، فأنا شنو مصلحتي إنه أخلي هذا هلع وهذا خوف وهذا مذعور؟ ما فيه. إحنا من خلال تلفزيون الكويت ومن خلال ليالي الكويت قاعد نحاول من خلال هالابتسامة الخفيفة، من خلال المعلومة الصحيحة، ودائما نقول لمشاهدينا أخذوا الخبر من المصدر الرسمي. كل وزارات الدولة لها أكاونتات على تويتر وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي، فأرجوكم اخذوا الخبر من المصدر ولا تلتفتون للأمور الغير منطقية. صحيح. يعني مثل هذه الأمور إذا خوفتك معناتها أكيد بتخوف. صحيح. المتلقي الثاني اللي راح ترسله، فيعني يريت مثل ما قالت أستاذ أقبال أنه يوقف الخبر ما هو صحيح واللي أنت مو متأكد منه،
عندك أنت وفقط. لا أنت أنا أكد غادي يعني ممكن دولة الكويت تميزت عن الدول الأخرى. إذا أستاذ أقبال تأيد الشيء هذا، مؤتمر صحفي بعد كل مجلس وزراء، كل جلسة مجلس وزراء أي بيان يعني، وهذا يميز الكويت يعني الحمد لله على الهواء مباشرة ينقل. صحيح. مباشرة. مباشرة يعني مو مثل بعض الدول قد يكون هناك تكتيم أو هذا، شفافية واضحة. صحيح. من قبل مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة في كل يوم الأعداد وبالتفصيل، فبالتالي يعني مثل ما ذكرت غادة جميع الوزارات الدولة الأكاونت شغال، حسابات شغالة، قاعد نشوف قاعد نتابع، أنا يعني كإعلام قاعد أتابعها أول بأول، أي إشاعة أرجع للمصدر. صحيح. فعلا على طول أن هذه إشاعة أو هذا حقيقة، وحتى لو كانت حقيقة توضح أنه فعلا صار الشيء هذا، فبالتالي ليش أن نكون إحنا نتابع هذه الإشاعة أستاذ أقبال؟ صحيح. لا فهذا هذا ضروري يعني، خلي أنا مثل ما يقولون المصفاية أصفي. يعني بدل ما أعيد أبث هالخبر هذا، خليه أجلس شيء يونس، يضحك أغنية، نكتة، مشهد، شوي يخفف على الموجودين حاليا. على طاري موضوع نخفف شوية، يعني إحنا قاعدين بالبيت الحين، الملتزمين قاعدين ما قصروا 24 ساعة بالبيت، اللي نص ونص يطلع الصبح يقضي شغله ويرجع. صح. وقت الحظر مغصوب إنه يلتزم بهذا الحظر. الناس ملت أستاذ أقبال، شنو ممكن نسوي؟ أنت شلون قاعد تقضين وقتك بالبيت؟ لا هو ما في ملت، لازم لا بس تملين، تذكري إن العالم كله مثلك مو الكويت. وإن ممكن هالحالة تصير أسوأ. أسوأ، أنت الآن حظر جزئي، ممكن يصير حظر كلي لأمان البلد ولمصلحة البلد. والله كافي هالشر ممكن يتفشى الوباء. طبعاً. احنا للحين حاصرين في دعوه وايد انا اسمعها من كل الناس، خلص يا جماعه يسوون حظر كلي، لان الان انت داخل على تلاحظ الارقام قاعد تطلع. أي. لان في كميه من الكويتيين جو من الخارج الان، المناطق اللي فيها العماله وما العماله هذه بدها تطلع المخالطه، والان بعد عندك تجسسي كمان. أي. وعندك التقصر الوبائي. فهذه الامور تخلينا ناخذ وقفه قويه وجامده وشجاعه. ما علي أتذمر يوم يومين أتحمل، بعدين أنا أعتقد كل واحد يقدر، هو اللي يقدر يلهي نفسه وهو اللي يقدر يكسل نفسه. يعني تلاخذين اثنين بنفس الوقت، واحد ينام بهالقنفة ويطلع من هالقنفة وينام بالثانية، وواحد حرفي يدور شنو يصلح، يطلع برا، المرأة تطبخ، الولد لا، في أشياء كثيرة، قراءات، إحنا قمنا نلعب ألعاب، يعني أنا ألوين، قمت أستعيد هوايات، طلعت الهوايات. إيه 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 ليش لا، ألوين، ألعب البازل، عيالي وعيالي كلبونا بالتليفون عن طريق الفيس تايم أو كل الوسائل اللي ممكن نشوف بعض، هذا ياخذ وقت، تتابع الواتسابات شوية. لا أنا شخصيا والله العظيم يخلص اليوم ما عندي، ما خلصت شغلي، ما خلص شغلي. طيب. فإذا أنت تحدد ترتاح أو ما ترتاح. طيب أستاذ أقبال، يعني ردا على كلامك والإيجابية، البعض يعني حول الزيارات العائلية اللي كانت يعني زوارة الخميس بالليل أو الجمعة حولها الصبح. للأسف يعني رسالة من خلالك، يعني الابتعاد عن هذه التجمعات، الجلوس في البيت، ونسكر أكثر على أفراد المنزل خلال هذه الفترة. يعني التعليمات اللي قالت اقعد في البيت، ما قالت اقعد في البيت وبدل يمعتك مات الليل ودها النهار. يعني أنا ما أدري، في ناس تحاول تفهم مثل ما هي تبي، ما تشوف المصلحة العامة. يعني أنا عندي كلمتين، انتشار وانحسار، ترى بإيدي أنا أغير حرفين من. صحيح. الانتشار وأغير من أنقل الدولة وبلدي ووطني ومجتمعي من انتشار الوباء إلى انحسار الوباء. يعني خليني أنا أقول واحد من الكل، غادة واحد من الكل، الأخ سعد واحد من الكل، فواحد مع واحد مع واحد مع واحد نسوي كيان مجتمعي متفاعل وأيضا مطيع. لأن بالنهاية إذا أنت انضريت أنا انضريت، إذا أنت صار في شيء بسبب عدم الالتزام وفتشيت، دائما أقول لهم فيروس كورونا ما يدخل بيتك غصبا عنك. أنت اللي تفتش للباب وتقول تعالي من برا أو أنا أروح أجيبه من برا. فإذا أنت لازم تكون على قدر، يا جماعة هذه أزمة أول مرة تحصل معانا، وكثر خيرها الحكومة ما أخذ بالها منه بهالأسلوب وبهالطريقة، قاعدة تقول قعدوا هذه معاشات أعطيكم. صح. هذه كل شيء يوصلكم. صحيح. الدواء قاعد يوصل، معاشاتكم لكم، الجمعيات، أقساط تم إيقافها، كل شيء، كل التسهيلات موجودة. مقارنة أستاذ أقبال، مقارنة في الدول الأخرى، يعني إحنا قاعد نقول أزمة أول مرة تمر علينا مثل. صحيح. هذه أزمة صحية.
ولكن في دول اخرى يعني كانوا سبقونا في هذا الموضوع وشفنا شلون تعاملوا معها وشفنا شلون تدهورت الدول. دول يعني نقول دول عظمى تدهورت الحاله الصحيه والحكومه عندهم، ولكن احنا الحمد لله كل شيء مسهل عندنا، فبالتالي ما تفضلتي كل شيء موجود. بعدين لازم نلتزم لاخر يوم، يعني لاخر يوم تطلب من الحكومه. ليش؟ لان الصين وصلت الى مرحله صفر الان، بلشت ترجع. صح. بسبب الناس اللي انفتحوا بعض المناطق، فاحنا ما نبي نستعجل، لازم نتحمل، لازم نساعد دولتنا، لازم نقي مجتمعنا، لازم نحمي، لازم نحمي عيالنا بعد يا جماعه. يعني احنا اذا واحد منا راح او شيء، حتى اليهال والعيال ممكن يصابون، فما مطلوب منا شيء وايد صعب وشلون. لا، حلو نقعد، تعرفوا على عيالكم من جديد، تعرفوا على رجلك من جديد، تعرفوا على مرتك من جديد، حرفوا في البيت، شوفوا اشياء. في اشياء كنا والله الاول نتمنى الوقت عشان نسويها، الحين عندنا الوقت متسع. كنا نقول الحياه ما اخذتنا، وسرعه رتم الحياه والمعيشه فرقتنا عن بعض. الحين صار في وقت ان احنا نصفي الاذهان، ان احنا نكون اكثر قرب حق عوائلنا. انا اقصد العائله الصغيره. صح. الاسره الصغيره، الاب والام وعيالهم الصغار، شلون ممكن تنصحينهم او تعطينهم كلمه لزياده التعارف والترابط بينهم؟ انا اقول حق كل ام وابو او اخت او اخو، الشيء اللي كنت حاب تعطيه حق واحد من افراد العائله وما كان عندك الوقت، هذا الوقت الحين، اقعد معه، التحموا. يعني اعتقد يمكن في وايد اسر كانت تتمنى تاكل مع بعض وجبه. صحيح. غدا او عشاء، لانك الكل شغل، كل واحد يرجع من دوامه الان، الكل موجود. خلينا نقعد، بدال ما نقعد كنا يمكن كانت القعدات رسميه بالاول لانها شويه، الان فيها الالفه اكثر، في حميميه اكثر. قعده البيت هذه يمكن صعبه، لانه احنا كنا ما شاء الله مجتمع الكويتي متعود الطلعات على بالمولات والمطاعم والكافتيريات، والشغل ياخذك والدواوين تاخذ والشاي الضحك، الأمور هذه كلها انقطعت. صح، صعب هالموضوع شوي، لكن لما نتذكر أنه إذا التزمنا فيه رح ننتقل إلى منطقة بيضاء إن شاء الله قادمة، إن شاء الله. إلى انفراجة، إلى كويت أحلى، إلى العالم اللي تجاوز هذه المرحلة، صدقوني ممكن إحنا نتقبلها ونتعامل معها برحابة صدر وبكثير من الإيجابية. الإيجابية وايد مطلوبة اليوم. يعني ما نبي، يعني حتى انا اقول يا ربي انتوا لما تقومون من النوم بدلوا، لا تقعدين بالدراعه ولا بالبيجامه طول الوقت، لا تشخبي بيتك. يعني تشخبي بيتك، يعني انا اقعد نفس اليوم نفس الصبح، يعني نفس توقيتي وانام نفس توقيتي، لازم اغير، لازم اسوي رياضتي بالبيت، لازم اقرا، اروح اشوف عيالي، اشوف الاحفاد، الامور هذه كلها. فلا تخليونا نحس انه هذه الفتره فتره سجن وكآبه وبقت خوف، لا لا لا، نعيش نعيش عشان نساعد روحنا ان نمد ونستمر اطول فتره ممكنه مطلوبه منا من خلال إن شاء الله التعليمات إن شاء الجهات ان شاء الله واهل الكويت ان شاء الله قادرين ان شاء الله. دعوات اهل الكويت ودعوات امهاتنا ان شاء الله قادرين نعدي هذه الازمه. كل الشكر لك استاذ اقبال الاحمد الاعلاميه المعروفه، شكرا لك على هذا الكلام الايجابي. ممكن كان هناك بعض اللقاءات عن الازمه، ولكن كلام ايجابي قاعد نسمعه من خلال استاذ اقبال. كل الشكر لك، شكرا، شرفنا بوجودك. شكرا شكرا، حياك الله. اذا مشاهدينا راح نطلع هذا الفاصل، ومن بعده نرجع نختم معاكم حلقتنا، فخلكم ويانا. أرواحنا سورها، أغنية الأمس رأيناها معكم شعار اليوم. شكراً لكل لبنة عاملة في بنيان هذا السور، لكل هذه الأرواح المخلصة من العاملين في الميدان. نثق بكم كفاءة ونطمئن معكم إخلاصاً وأمانة وتضحية. معاً نهزم كورونا بعون الله.
إذن كذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا الليلة. وسعد يعني مثل ما كنا قاعد نقول في بداية الحلقة، ياريت كلنا نلتزم بالقرارات، وياريت كلنا كل من يعمل اللي مفروض إنه يسوي، لو كل واحد يبادر بإنه يسوي اللي عليه خلاص إن شاء الله نخلص من هذه الأزمة على خير إن شاء الله. ونأكد يعني غادة قبل ختام دور الحكومة، دور الحكومة، دور مجلس الأمة، التعاون اللي حاصل حاليا بين مجلس الأمة، بين الحكومة، بين جميع الوزراء يعطيهم العافية في التعامل مع هذه الأزمة. وأيضا قبل ختام موضوع الشائعة، نأكد على عدم التعامل مع الشائعات بأي طريقة كانت، مثل ما ذكرت أستاذ أقبال، والكل قاعد يأكد الرجوع إلى المصادر الرسمية. وخلي الإشاعة توقف عندك، إذا أي خبر شفته ممكن إنه يخوفك معناته راح يخوف غيرك، فما له داعي نشر الهلع بين الناس. وخلي الإشاعة راح تموت مثل ما انولدت، بطريقة كذي ما ندري شلون أصلا طلعت، راح تروح أيضا لحال سبيلها. إحنا راح نرجع نلتقي مع حضراتكم في الغد إن شاء الله وحلقة جديدة، فنشوفكم على خير وفي أمان الله. مع السلامة.